لو كان لهم عاوزين يوصوا كان اكيد الراي اختلف عن هذا الحل المقدر في التقرير. التوسيع مهم جدا. التوسيع مهم لان انا عندي حاجتين. ومعظم المركبات اللي طالعه عربيا كالسياحه المقدوره، فلو قدر الله لو حصل عطل في الهضبه، عطل وارد تعطل العربيه في الهضبه هي وطالع، يعني هتقل الحركه بتاعتها في